اما جامعه تانية واللي هتنافس الوصول لدور ال 16 هي جامعه هليوبلس. جامعه هليوبلس. تم تأسيس جامعة هليوبلس للتنمية المستدامة عام 2009 وتهدف إلى غرز الوعي بمبادئ التنمية المستدامة. تسهم البرامج الدراسية في الجامعة في إرساء قواعد ونظريات التنمية المستدامة من خلال دمج المناهج الدراسية بالبحث النظري والتطبيق العملي والفنون وأنشطة خدمة المجتمع التي تساهم في تنمية قدرات الطلاب. تدعم جامعة هليوبلس طلابها من خلال توفير بيئة دراسية صحية والتربة الخصبة التي تحتضن الأفكار الابتكارية، مع توفير فرص دراسية دولية في جامعات أوروبا للمتميزين. هيمثل جامعة هليوبلس في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وهم اسمي محمد مجدي من جامعة هليوبلس من محافظة الدهلية، 22 سنة. إحساس جميل إن أنا أشارك في العباقرة، ودي أحسن مسابقة على مستوى العرب. في البيت عندي لما عرفوا كانوا فرحانين جدا إن أنا أشارك في مسابقة العباقرة، طبعا هي معروفة على مستوى مصر، فهم كانوا فرحانين جدا أوي يعني. نرمين جمعة، عمري 19 سنة، من جامعة هليوبلس، كلية الصيدلة، من محافظة كفر الشيخ. من أول ما شافوني في التلفزيون أهلي حسوا بالفخر، وكمان خصوصا لما حد كان بيقول لهم إن بنتكم هي اللي طالعة برنامج العباقرة كانوا بيحسوا بالفخر الشديد. أنا الوحيدة اللي موجودة من الفريق بتاع السنة اللي فاتت علشان فريقي كله اتخرج، بس هم بصراحة ما سابوناش، وهم النهاردة جايين يشجعونا علشان إن إحنا نقدر نكمل في البطولة. عمرو عبد العليم، عمري 21 سنة، جامعة هليوبلس، كلية الهندسة، محافظة الشرقية. استعديت عن طريق إن أنا كنت بذاكر، زائد إن أنا أصلا يعني هوايتي إن أنا بحب القراءة، قراءة التاريخ خاصة. فكان بالنسبة لي الاستعداد ما كانش صعب قوي، إلا كان في المجالات اللي هي كانت جديدة عليا زي الجغرافيا. خايف إن أنا ما أكونش داعم جيد للفريق وإن إحنا ما نقدرش نكسب النهاردة. ميرنا مبارك، 17 سنة، كلية علاج طبيعي، جامعة هليوبلس، محافظة الغربية. النهاردة طبعا حاسة إحساس حلو جدا نشارك برنامج زي برنامج العباقرة. كنا كأسرة متابعين جيدين جدا للبرنامج حلقة بحلقة. كلنا شارك في البرنامج اللي أنا كنت أشد المعجبين بيه، إحساس إداني طاقة إن أنا أشتغل على نفسي أكتر من اللي أنا كنت متخيل أنا أقدر أعمله، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة. محمد مجدي، الحمد لله على السلامة. السلام. احساسك ايه بقى وانت بتلعب مع العباقرة؟ طبعا احساس جميل ان انا في مكان زي ده في مسابقة من احسن المسابقات على مستوى الوطن العربي، وده شرف ليا طبعا ان انا اكون موجود هنا. استعدت لها ازاي؟ ان انا جمعت معلومات كتير يعني، وحاولت بقدر الامكان ان انا اطلع باهم معلومات او محتوى شامل معلومات عشان اقدر افيد الفريق وافيد الفريق. تمام. حلمك ايه يا مجدي؟ ان انا ابقى منبر في احد الشركات العالمية في الادوية زي مثلا بيفايزر، وان انا اوفر الفاكسينز اللي هي التطعيمات اللي مش موجوده في السوق المصري اللي بتسبب الامراض زي مثلا الهيومن بابيلوما فيروس، ده مرض صعب بيعمل بريست كانسر. يعني مثلا عايزين نوفر الفاكسين زي الحاجات دي. توفيق يا مجدي. نرمين، ازيك يا نرمين؟ رجعت تاني يا نرمين، الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. العباقره فرق في حياتك جدا جدا كمان. فرق ازاي؟ هو أولاً عرفني على ناس أنا ما كنتش في يوم من الأيام أنا أقدر أن أنا أتعرف عليهم، وخلوني أستفيد بسبب فرق السن. هم حالياً دلوقتي كلهم اتخرجوا وبقوا معيدين وبقوا ناس عليك. فريق القديم. فريق القديم. حلو جداً. فهم علموني حاجات كتير. تقول لهم إيه فريق القديم؟ أقول لهم بجد شكراً، وحب أبارك للبشمهندس عمرو إن هو أخد المدينة البارونزية في معرض الابتكار للموسم الخامس عن المشروع اللي كلمه حضرتك عليه السنة اللي فاتت. قدر إن هو يفوز، وقدر إن هو يرفع اسم الجامعة، وقدر فعلاً إن هو يثبت إن هو عبقري. يعني أحلامكم بتتحقق فعلاً. يبقى كلنا هنحيي البشمهندس عمرو. عمرو، ازيك يا عمرو؟ الحمد لله بخير. حلمك ايه؟ حلمي ان مصر تبقى رائده في مجال الطاقه المتجدده، لان انا مجال التخصص بتاعي في الطاقه المتجدده، في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. طبعا مصر حاليا بتنشئ اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم في محطه بنبان في اسوان، وان شاء الله هتخلص على 2022 ان شاء الله. متابع كمان خطوات التنفيذ؟ متابع خطوات التنفيذ والشركات المشاركه. ممتاز. التوفيق يا عمرو. ميرنا، ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. ميرنا عايزه تبقي سيده اعمال. صح. علاج طبيعي. صح. ازاي الاثنين مع بعض؟ هتعملي ايه؟ لا، هو في علاج الطبيعي كمجال دراسه بسبب حضرتك. انا قلت ان كان اختي عندها ظروف زمان جدا، مشاكل كبيره في المشي،
اتعالجت انها تقدر تمشي بسبب دكتور علاج طبيعي. وغير كده كمان في الاول صراحة كنت محتارة ما بين صيدلة وعلاج طبيعي، قررت ان اخد القرار ده ان انا اقرأ عن كل مجال، لقيت نفسي في علاج طبيعي جدا، وخاصة كمان ان المجال ده هو الطب المستقبل، يعني كمان على مدار 50 سنة القادمة هيبقى فيه تطورات كتيرة جدا. فانا ان شاء الله يعني حتى اللي انا مش هتفوق في مجال علاج طبيعي انا عايز اضيف في مجال علاج طبيعي، وده سهل جدا ان شاء الله، بس عايز شغل كتير وان شاء الله يعني ربنا يسهل. بالتوفيق يا ميرنا. لحضرتك.